قفل لي على كل المواضيع. قفل قفل قفل. هو في ايه؟ محمد فرحان ومبسوط. في حاجه؟ محمد مالك يا حبيبي؟ مفيش يا حبيبي، مبسوط شويه، هدخل اغير هدومي واقعد معاكي. مبسوط وهيجي يقعد معايا كمان؟ لا كده في حاجه غريبه، انا لازم اعرف في ايه. هو حصل ايه يا محمد النهارده مخليك فرحان كده ومبسوط؟ هو ممنوع افرح ولا كده عاجب ولا كده عاجب؟ اصلي مش متعوده منك على كده. لا من هنا ورايح اتعودي على كده. ما تقومي تعملي لنا حاجه حلوه، اصل انا نفسي مفتوحه قوي النهارده على الاكل. دي حاجه ما يتسكتش عليها. وبعدين يا لولو هتعملي له اكل؟ ده بيقول لك مبسوط. مبسوط يا خايبه، ده النهارده هيقول مبسوط بكره هيقول سعيد. لا انا لازم اطلع الاقي حل للموضوع ده. ماشي يا عم خلاص، هنتقابل بالليل باذن الله. فرصتي وجت لحد عندي، لازم اعتنن عليه. انت رايح فين يا محمد؟ ان شاء الله انت لسه جاي. انزل فين يا بنتي؟ ده كلام، ده القعده معاكم بالدنيا. ما اتخانقتش معايا يعني زي كل مره وقلت لي لازم انزل مع اصحابي؟ بقول لك فرحان ومش ناقصه خناق النهارده. خلصت الاكل؟ الاكل على النار على النار. في ايه يا بنتي وانا مربي كلب بلوسي معايا هنا؟ انت متاكد ان انت كنت في الشغل؟ والله يا حضرة المفتش كرومبو كنت في الشغل. تقدري تاخدي التليفون تتصلي تعرفي. مالك يا لولو في ايه؟ ما انت لو بتفكر فيا كان زمانك عرفت. شوف بقالك كام سنة ما عبرتنيش بهدية ولا وردة حتى. عمرك اطول من عمري. غمضي عينيك يا لولو، اعملك مفاجأة هتعجبك قوي. احلى هديه لاحلى لولو، فتح عينك يا لولو. يا نهار اسود، هديه ومن غير مناسبه وذهب كمان؟ يعني انا غلطان؟ انت اتجوزت صح؟ لإلا عارف واحده وهتتجوزها. كل ده عشان جبتلك هديه؟ انا غلطان ان انا جبتلك هديه اصلا. وكمان زعلان انك جبتلي هديه؟ طب طلقني يا محمد. عكننتيني وقفلت اليوم بعد ما كنت مبسوط. الستات دي بتموت في العكننة، انا هما نام. جامد. طب انا هقوم اعمل لك اكل بقى يا حبيبي، اصل انا نفسي مفتوحة قوي. انا نفسي تسدد، ربنا يسد نفسك.